أحسن الله عليك. هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف مثل بقية الصلوات في أجل القيراط؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول الذي يضاعف في المسجد الحرام هو الصلوات الخمس فقط وغيرها لا يضاعف، والذي يظهر من حديث العموم، وتكون الصلاة على الجنازة داخلة في العموم تضاعف في المسجد الحرام، والله أعلم.